يا اهلا بحضراتكم حلقه جديده من رقم عشرة حلقه ما بعد العيد ما بعد اجازه العيد كلنا خلصنا الاجازه هو بصراحه بتوحشوني جدا في الاجازه وعاده الواحد بيفرح بالاجازه بس مع حضراتكم وان احنا نتكلم كل يوم ونتناقش ونثير قضايا ونتكلم عن اخبار الحاجه دي بتوحش الواحد كل شويه فبصراحه بفتقدكم جدا اجازه خلصت لينا كلنا نرجع بقى على طول كلنا نشتغل بجد واجتهاد كلنا لصالح بلدنا ان شاء الله كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده في مباراه من الجوله ال 24 من مسابقه الدوري المصري الممتاز مباراه مؤجله فيوتشر نجح انه يخرج من مباراته مع النادي الاهلي بتعادل سلبي. مباراه كان فيها فرص وكان فيها حركه وكان فيها سرعه وخلصت 0-0. صفر صفر. الاهلي كان عنده محاولات عديده على المرمى. الاهلي عمل مباراه بالمناسبه جيده فيوتشر كمان عمل مباراه محترمه جدا على ضوء الغيابات الكثيره جدا تحديدا في خط الدفاع وايضا لاعبين مهمين في وسط الملعب زي محمد رضا بوبو وايضا جونسون في الناحيه اليسرى بجانب محمود مرعي وسعد سمير في خط الدفاع غيابات كتيره قوي كانت عند فيوتشر النهارده كابتن علي ماهر حتى بعد المباراه قال لك انا كان عندي اثنين حراس مرمى النهارده على الدكه عشان مش لاقي لعيبه قاعده على الدكه المباراه خلصت بالتعادل السلبي بعد سلسلة انتصارات تسع مباريات للنادي الأهلي في الدوري والغريب والجميل الغريب والجميل نجمون النادي الأهلي متضايق من التعادل نجمون النادي الأهلي بينتقد بعض لاعبي النادي الأهلي بعد المباراة النهاردة وكأن النادي الأهلي مش المفروض يتعادل حتى مش يخسر بص شعور الجماهير ده ده شعور إيجابي النهارده مارسيل كولر كان متضايق في المؤتمر الصحفي وده برضو شعور ايجابي. لعيبه النادي الاهلي النهارده تبقى خارجه من الماتش زعلانه ده شعور ايجابي. الفريق اللي خد كل البطولات دي وعامل كل الانجازات دي زعلان انه تعادل في مباراه في الدوري قدام فريق محترم جدا زي فيوتشر بالمناسبه. ده شعور ايجابي. <applause> بس في كلام منطقي يا جماعه. ايوه حتى مانشستر سيتي وهو بيعمل سلسله انتصارات ونتائج خرافيه في اوروبا بيخسر او يتعادل. الاهلي في عز 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 امجاده في الفتره ما بين 2005 و2009 كان بيخسر وبيتعادل. بيحصل ده بيحصل وعادي جدا وشعور ايجابي زي ما بقول لك انا مش مش بلوم على الجماهير بس برضو لازم اقول لهم انه ده عادي. هي دي نفس اللعيبه هي دي اللعيبه اللي عملت انجازات هي اللعيبه اللي لسه واخده بطوله افريقيا وبعدين خد بالك الاهلي المرحله اللي جايه هيبقى عنده ضغط مباريات كبيره جدا في الدوري كل ثلاث ايام ماتش في الدوري. النهارده مارس الكرة يتكلم في النقطه دي. بعد المباراة وقال لك انه كان في ارهاق ذهني منطقي مش لازم يبقى بدني بس اللعيبة يعني مش هقول شبعت ضغط كتير احنا في اخر الموسم وتقريبا كمان أه اهدافهم قلت انت خلاص انت بتكسب الدوري الاهلي فاضل مطشين ماتشين تلاتة ويبقى حسم الدوري والامور منتهية تقريبا في الدوري الممتاز على مستوى اللقب فالامور كلها حتى مفيش دوافع يعني